الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية الطيران بدون أجنحة في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. الطيران من دون أجنحة في المنام علامة على تحقيق الأمنيات والأحلام خلال تلك الفترة. حلم الطيران بدون أجنحة في المنام إشارة إلى الكرم الكبير الذي يناله صاحب الرؤيا خلال تلك الفترة المقبلة. رؤية الشخص أنه يطير بدون أجنحة في المنام علامة على الوصول إلى الأهداف والطموحات الأيام المقبلة. إذا رأى الشخص أنه يطير بدون أجنحة في المنام بشكل عام علامة على تحقيق الأهداف والأمنيات. تدل رؤية الطيران مع شخص تحبه في المنام علامة على قوة العلاقات بينهم تلك الفترة. حلم الطيران مع شخص أعرفه في المنام علامة على تقسيم النجاحات والفشل والسعادة والحزن وكل شيء معا والله أعلم. رؤية الطيران مع شخص لا تعرفه في المنام دليل على الصعوبات والحزن الذي تواجهه تلك الفترة. عند رؤية الشخص أنه يطير بجوار أحد لا يعرفه إشارة إلى كثرة المشاكل التي تحدث تلك الأيام والله أعلم. من يرى في المنام أنه كان يطير في البيت علامة على المرض الشديد الذي يصيبه تلك الفترة. رؤية الفتاة العزباء أنها كانت تطير في البيت علامة على القيود التي تعرقل وصولها إلى الأهداف والطموحات. حلم الطيران داخل البيت في المنام علامة على وقوعها في مشكلة كبيرة في ذلك البيت تلك الأيام والله أعلم. من يرى في المنام أنه كان يطير داخل البيت دليل على المشاكل والأزمات التي يتعرض إليها صاحب الرؤيا. من يرى في المنام أنه كان يطير ويسقط علامة على سعة تحقيق الأمنيات والأحلام تلك الفترة والله أعلم. رؤية الطيران والسقوط في المنام علامة على الفتن والمعاصي التي يقع فيها صاحب الرؤيا وعليه التوبة. تدل رؤية الطيران والسقوط في الحلم علامة على الدين الذي يوجد على الشخص والأزمات المالية. حلم الطيران والسقوط في المنام علامة على عدم القدرة على التحكم في النفس بشكل كامل والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.